الأسد الإفريقي هو ثاني أكبر أنواع القطط بعد النمر، وله قوة وقدرات كبيرة، والأهم من ذلك أنها تتميز عن بقية الحيوانات بشعر كثيف وطويل يسمى اللبدة، وغالبا ما تكون بنية داكنة، ولكن أيضا في بعض الحالات تكون سوداء، وهذه الصفة تعطيهم قوة أكثر، لأن بهذه اللبدة يبثون الخوف في قلوب أعدائهم وتحميهم من العض. بشكل عام تعد تقنيات صيد الأسود فريدة حقا، فهي تعتبر ثاني آكل للحوم في أفريقيا بعد الضباع. يبلغ طول الأسد 172 إلى 250 سنتيمترا من الرأس إلى الذيل، والذي يبلغ في المتوسط 90 سنتيمترا. يصل وزن الذكور إلى ما بين 170 إلى 230 كيلوغراما في مرحلة البلوغ. تعيش أكبر الأسود في جنوب أفريقيا والأصغر حجما في آسيا. الرقم القياسي العالمي في الحياة البرية يحمله أسد ترانسفال، وزنه 313 كيلوغراما. تميل الأسود في الأسر إلى أن تكون أكبر من الأسود التي تعيش في البرية، وفي بعض الحالات يصل وزن الأسود في الأسر إلى 375 كيلوغراما، وأبرزها الأسد الشهير سيمبا من حديقة حيوان كولشستر في إنجلترا، الذي اعترف كتاب غينيس للأرقام القياسية بكتلته. تمتلك الأسود عضلات كبيرة ورهيبة للغاية، أجسادهم ممدودة وممتلئة على أرجل سميكة وعضلية. هذه الميزة تسمح لهم بجر الفريسة والتي يمكن أن تكون أضعاف حجمه. إن فكيها قويان لتكون قادرة على تمزيق الجلد السميك للفريسة، حيث تبلغ قوة عضاته 272 كيلوغراما لكل بوصة مربعة. عضلات الساقين قادرة أيضا على إلحاق أضرار جسيمة، فضربة قوية من مخرب الأسد كافية لتمزيق الأعضاء الداخلية للفريسة. عند مطاردة فرائسه تصل سرعته إلى 81 كيلومترا في الساعة. تمساح النيل. يتمتع تمساح النيل بسمعة سيئة جدا إلى حد ما، إذ يعتبر حيوانا مفترسا بلا رحمة، وهذه السمعة تعود إلى هجماته المتكررة على البشر، وإن قرب الكثير من الناس من موطنها يعني أن الهجمات سوف تتكرر. ونظامها الغذائي العشوائي تقريبا يعني أن البشر الذين يقتربون من ضفة النهر قد يصبحون في نظامهم الغذائي مثلها مثل الحيوانات البرية المهاجرة. الأرقام المؤكدة قليلة، لكن التقديرات تشير إلى أن ما يصل إلى 200 شخصا قد يموتون كل عام بين فكي تمساح النيل. يمكن أن يصل حجم أكبر تمساح في أفريقيا إلى حوالي 6 أمتار، وبوزن 748 كيلوغراما. ومع ذلك فإن متوسط الأحجام يتراوح بين 4.8 مترا ووزن 226 كيلوغراما.
يعيشون في جميع أنحاء أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وحوض النيل ومدغشقر في الأنهار ومستنقعات المياه العذبة والمستنقعات. يتألف النظام الغذائي لتمساح النيل من الأسماك بشكل أساسي، لكنه سيهاجم تقريبا أي شيء يمكن أن يجده أمامه، بما في ذلك الحمر الوحشية وأفرس النهر الصغيرة والشيهم والطيور والتماسيح الأخرى. ويمكن أن يأكل ما يصل إلى نصف وزن جسمه في الوجبة. تبلغ قوة عضة تمساح النيل 2267 كيلوغراما لكل بوصة مربعة. بغض النظر عن مدى قوة الأسد، فإن تمساح النيل هو أيضا حيوان قوي جدا، حيث لديه قدرة كبيرة على شن هجوم بسرعة 56.3 كيلومترا في الساعة. من سيفوز؟ من الواضح أن هذين المفترسين سيستخدمون الذكاء وخفة الحركة في القتال. كلاهما قوي ويقتل بلا رحمة. عندما يتمكن التمساح من القبض على الأسد بين فكيه، فإنه سيسحبه إلى الماء، وفي تلك اللحظة سيقتله بسهولة. صحيح أن الأسود قوية جدا، لكن سيتعين عليها حقا القتال بضراوة مع التمساح. تنجح الأسود في معظم الحالات في قتل التماسيح، لكنها تتلقى بمقابلها أيضا إصابات خطيرة. أما في الماء فسيفوز التمساح، حيث يمكنه التحرك بشكل أسرع. وعلى الأرض فسينتصر الأسد، حيث يمكنه تفادي الهجمات. عادة يتعين على الأسود الإفريقية أن تصطاد التمساح بسهولة عندما يكون التمساح أصغر من تماسيح النيل، لكن عندما يكون بحجم الأخير فسيخوض معركة قوية.